شوف طبعا كلنا اكيد عرفنا نتيجه المباراه بتاعه ليفربول ومانشستر سيتي واللي انتهت بفوز ليفربول، وبالتالي يتاهل نادي ليفربول الى نهائي كاس الاتحاد الانجليزي. طبعا دول الناديين الاقوى الابرز الاشهر الاكثر قوه او اسطوريه في البطوله. ليفربول فاز بنتيجه 3-2 على حساب مانشستر سيتي في المباراه واللي اقيمت النهارده على ملعب ويمبلي ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة للموسم الحالي 2021-2022. الأهداف بتاعت المباراة جت عن طريق كلا من إبراهيم كوناتي وساديو ماني، هدفين تحديدا في الدقائق 9 و17 و45 على التوالي. يعني ماني جاب هدفين وإبراهيم جاب هدف، طبعا دول لصالح فريق ليفربول كما نعلم جميعا. مانشستر سيتي اللي جاب الهدف بتاعه هو جاك جيرليش وبرناردو سيلفا في الدقيقتين 47 و93 من عمر هذه المواجهة. بينتظر ليفربول الفائز من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس واللي هتقام إن شاء الله الساعة 5:30 مساء بكرة بإذن الله على نفس الملعب هو اللي هو ملعب ويمبلي. تعالوا بقى نروح للطقس. الطقس رياح الخمسين والجو اللي مليان زعابيب والرياح المثيرة للرمال والأتربة ودرجات الحرارة المرتفعة جدا غدا. يا أخي حاجة غريبة خالص، مش معقول امبارح لحد المغرب الدنيا برد، برد بالمعنى الحقيقي، يعني ما ينفعش تبقى لابس صيفي، لازم تلبس ولو جاكيت خفيف كده يقيق هذه البرودة وعلشان ما تصابش بنزلة انفلونزا ولا حاجة. وبعد المغرب تبدأ درجات الحرارة تزيد شيئا فشيئا رويدا رويدا، ماشي كده؟ طيب الطقس والأرصاد قالوا لنا بكرة يا جماعة هيبقى فيه رياح مثيرة للأتربة ودرجات الحرارة هتزيد جدا واحتمال تنزل لبعض الأمطار. أنا سعيد بالأمطار بس مش سعيد طبعا بالرياح المثيره للاتربه لان انا عندي حساسيه مزمنه يعني بتحصل لي في الفصل ده. طيب معانا على تليفون دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بهيئه الارصاد الجويه. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. مساء النور، ازاي الصحه؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك يا فندم. موسم الخمسين يبدا من بكره على اشده، يعني تعتبر موجه من موجات فصل الربيع اللي تكون صحراوي بيسبب ارتفاع درجات حراره وصوت رياح مثيره بالفعل للرمال والاتربه. ارتفاع درجات الحراره بالفعل هيكون اكثر من النهارده حوالي من 8 ل 9 درجات مئويه. دي كده توصل ل 40 يعني ولا ايه؟ توصل من 39 الى 40 درجه على الوجه البحري وقبضه القاهره الكبرى، وتتجاوز طبعا ال 40 درجه على جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد. طيب بالاضافه الى كده نشاط الرياح مع تقدم ساعات النهار، نظرا لان الرياح جنوبيه غربيه قادمه من الصحراء الغربيه واساسا قادمه من شرق ليبيا، فبتكون محمله طبعا بكميات من الاتربه نتيجه مرورها على الصحراء، بتسبب طبعا انخفاض مستوى الرؤيه الافقيه على الطرق خصوصا الطرق المكشوفه المؤديه لمحافظات زي مثلا الوادي الجديد في البدايه، الصحراء الغربيه، الفرافره، الواحات، ثم تتقدم الى محافظات شمال الصعيد ومنها طبعا الى القاهره الكبرى والوجه البحري وسواحلنا الشماليه. الموجه دي تقعد كام يوم يا فندم؟ هو يوم واحد بس حضرتك، بكره باذن الله. دي من سمات فصل الربيع، بتكون تقلبات جويه سريعه زي ما احنا ما بنقول، هيبقى يوم واحد ثم نبدا تحسن على طول من يوم الاثنين في الرؤيه، هتبدا الاجواء تكون مش متربه يوم الاثنين ولكن ودرجات الحراره هتتحسن تدريجيا، هتنخفض شويه حوالي 4-5 درجات. يعني تعتبر ذروه هذه الموجه الحاره او شديده الحراره هي بكره الحد ان شاء الله. طيب سؤال بقى كده يا دكتور، احنا طبعا ننصح الناس بايه؟ نفضل مصيفين ولا نشتي؟ يعني نعمل ايه بالظبط؟ هو حضرتك الفتره بتاعه الشهر الاولاني في فصل الربيع عاده من الصعب ان احنا نثبت نوعيه ملابس. عشان كده احنا بنقول بقدر الامكان مع متابعه النشرات الجويه اللي بتصدرها الهيئه ايام طبعا ارتفاع درجات الحراره اللي تصل الى 39 و40 درجه، اكيد ما نقدرش نقول للناس ما تخففش ملابسها، لكن بالحرص الشديد لان فترات الليل بيكون فارق كبير بين العظمى والصغرى، احيانا بيتجاوز من 10 ل 15 درجه مئويه. فلازم نكون حذرين جدا اثناء تواجدنا خارج المنزل في فترات الليل. نوعيه الملابس بتختلف شويه، يعني لو فوق لو الصبح في تيشيرت بنص كم يبقى بالليل حاجه بكم برضه خفيفه مش ثقيله.
متابعة النشرة، لأن زي ما بنقول بسرعة بنلاقي الأجواء بتتغير والكتلة الهوائية اللي بتأثر علينا مصادرها بتختلف، فبنلاقي انخفاضات شديدة في درجات الحرارة زي ما شفنا مثلا الأسبوع الماضي درجات الحرارة. معظم الناس كانت بتقول عودة للأجواء الشتوية مرة أخرى. فلا مهم جدا متابعة النشرة الجوية. أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية بقدر الامكان ما نتعرضش لهذه الاتربه بكره باذن الله. طب يعني بطبيعه الحال الناس نازله بكره رايحه اشغالها، مش الكل بيقدر انه هو يبقى في عنده سيارته الخاصه، فالناس بتركب المواصلات العامه وبالتالي بتتنقل لبعض المسافات ترجلا لو صح الكلام. يفضل ان هم يبقوا لابسين الكمامات؟ مهم جدا طبعا ارتداء الكمامات في الفتره دي، لو مش عشان كورونا يبقى عشان نشاط الرياح المتربه طبعا. حلو جدا. طب كده بكره الرياح والاتربه، هل يوم الاثنين والثلاث دول اللي ممكن يبقى فيهم امطار خفيفه؟ فرص الامطار الخفيفه بكره على اقصى غرب البلاد، يعني منطقه سيوة والسلوم ومطروح، المناطق دي بتتغير الكتله الهوائيه فيها فترات الليل مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا في هذه المناطق بيساعد على تكون فرص امطار خفيفه. طبعا تكون امطار خفيفه جدا وغير مؤثره، يعني مش هنقول امطار زي اللي كنا بنشوفها في فصل الشتاء، ولكنها امطار بتوضح تغير الكتل الهوائيه. اوكي، اشكرك جدا 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 دكتور محمود، كل الشكر دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بهيئه الارصاد الجويه. احنا كده خدنا النصيحه، عمليا لازم يكون في معاك الكمامه زي ما قال دكتور محمود، لو مش عشان الكورونا عشان انت في مكان مغلق الخ، فحتى لو انت بره في الشارع في الهو البس الكمامه علشان التراب وعلشان الحساسيه. والله لو في نظاره شمس بس ما تبقاش مضره للعين، يعني ما تبقاش العدسات بتاعتها لا عدسات كوليشن كان تبوظ لك عينيك، دي خد بالك يعني ما تسترخصش في الحكاية دي. فلو في لو متاح يعني البسها برضو علشان خاطر التراب والرمل وما إلى ذلك. ما فيش يبقى ربنا يسترها علينا جميعا. بالمناسبة أنا من الناس اللي بتلبسش نظارات شمس خالص، لما بلبس نظارة الشمس ما بشوفش وما بسمعش الاثنين، ليه مش عارف والله العظيم. وانا بكلمكم بجد عشان زمايلي العديد بيضحكوا، ما بسمعش ايه اللي بيحصل، بيحصل لي فقدان تركيز فورا وما بشوفش، انا ببقى دايما عارف انه عندي كده انطباع دي مش الرؤيه الحقيقيه، يعني اللون الغامق ده مش حقيقي، فتلاقيني مش مركز. فانا استحاله وانا ماشي وانا سايق البس نظاره شمس. مره زمان دبست امي في نظاره شمس كانت ماركه غاليه جدا جدا، وبعدين ضيعتها من كتر ما انا بقلعها كتير لان انا مش عارف اتعامل معاها، كنت زمان في الجامعه. المهم مش دي قصتنا على الاطلاق، قصتنا في الفاصل وما هو بعد الفاصل بالتاكيد الطف واهم واكثر امتاعا، استنونا. ان القوات المسلحه تعيد وتكرر الدعوه لتلبيه مطالب الشعب، انا مش كافر، انا مش مرحب، وتمهل الجميع 48 ساعه. فضيلة المرشد أعلن النفير العام لكل الإخوان. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. كل اللي عندك من حق. بس ده مش حق، ده كده يبقى طمع. ما تخافش، أنت مش محتاج سلاح. يعني إحنا قسمنا كل حاجة في القصر ده عشان أخلص من خلقتك أنت وعيالك. يبقى الحال على ما هو عليه لحد ما نشوف مين فينا اللي هتزهق. إذا الشك دخل في قلب الراجل يبقى العلاقة انتهت. أنا هفضل في نظرهم ست بتخون جوزها. النار اللي بتتكلم عنها دي لو سبناها هتسرح لحد ما تحرق في عيالنا وفي بيوتنا وفي بلدنا كمان. الشغلانة دي مداني فرصة إن أنا أعرف أشوف مصر من جوه بتفاصيلها. انت عايز تدخل جوه عمق داعش وتحرر واحد من رجالتنا في ساعتين ونص؟ هيشكو في جنة انت ورحيم. هجيبك لو كنت فين انت وهو. انت كويسة؟ انزلي دلوقتي من العنبر الدنيا وراه مفيش بني آدم يلمح. حنهم يا كبير. خلص بيت أبوك. أنت مين يا دي واكلهم يعني؟ أي يا كبير. مرفوحة؟ مش انا بقيت بتابع الكبير؟
طلع مسلسل حلو ودمه خفيف بصراحه. يعني كنت انا بتابع اكتر مكتوب علي اكرم حسني، وبعد كده بدات بقى كل اصحابي وكل زملائي لازم تتابع الكبير، فبدات اتابع الكبير فاكتشفت انه مسلسل حلو جدا. احمد مكي دائما مختلف وفوق التوقعات، بس كمان في فنان وممثل انا اشوفه نجم حقيقي مش هزار، وفي غير كتير يشوفوه بنفس المساله، يعني انه يبقى لقبه فعلا نجم. ليه؟ علشان قدرته الحقيقيه على انه يقدر يجسد شخصيات مهما كان قدر الاختلاف في الشخصيه. انه لما انت تتعرف عليه في بدايته وهو بيقدم ادوار كوميديه فارس تضحك يعني ويلفت نظرك، والا ما كانش الاستاذ عادل امام ركز معاه، ده على سبيل المثال. ولما تيجي تشوفه والسن عمال بيجري، هو السن جري مش قوي صحيح بس السن جري يعني، ولما تشوفه والسن بيجري هو بيقدم ادوار انسانيه جدا، او يقدم دور الشرير زي في رمضان اللي فات ويطلع شرير شر، وده حاجه عكس طبيعته تماما، او انه يقدم دور في منتهى الحكمه والرصانه فيقوم بدور قاضي جليل زي السنه دي في امل فاتن امل حربي. اقدر اقول لك بمنتهى الفخر انه ده الصديق القديم، الزميل العزيز، الصاحب الجدع الممتلئ. وخد بقى مني ده نقاء، خالد سرحان، خالد سمير سرحان. ازيك يا خالد؟ يا جو التأديبة الجميلة دي، انت اخويا وحبيبي والله، انت عشرة العمر دي، العشرة العمر فعلا يا خالد. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. على قد ما انت وحشني قد الدنيا على المستوى الشخصي، على قد ما وجودك على الشاشة بيملى جزء كبير من الفراغ. والله انا مبسوط، ما تتخيلش قد ايه انك فرحان بالاعمال الفنيه. حقيقي انا فرحان من قلبي والله العظيم. والله يا ربنا، والله العظيم حاسس يا حبيبي، ربنا يخليك يا زوج. خالد قول لي، يعني انا كنت بتكلم على بدايه خالد سرحان اللي بدا الاول بادوار كوميديه توقعك على روحك من الضحك، وصولا الى تنوع حقيقي ومحكم، مش بس مجرد تنوع، ومحكم في الشخصيات وفي الادوار. التنويع دي ده كان قرار خالد، ولا انه دي ادوار اتعرضت على خالد فعجبته فيلا نجرب؟ طيب بص، هي فكره انك انت تستمر على نمط واحد بتخلي العمر قصير قوي فنيا. دي فكره عامه يعني، وانا عارفها من زمان، وتتلمذت على ايد اساتذه كبار اشتغلوا على انه الفكر ده اللي هو التغيير في النمط، في الاداء، في الشخصيات، زي الاستاذ عادل امام مثلا لو لقيته مثلا كان بيعمل رجب وصفيح ساخن شعبان تحت الصفر افلام كوميديه، وفجاه بقى بيعمل المشبوه. صح. حتى ما كانش يهمه الفيلم ده ينجح قوي جماهيريا زي الافلام الكوميديه، لكن المهم انها تديله مساحه وقماشه جديده. ايوه. وكذلك نجوم كبار، فهي فكره انك انت تغير من نمط تمثيلك. تاني حاجة، أنا بحب التمثيل، أنا مش فكرة إنك تعمل أدوار كوميدية فأنت شخص تحب اللهو. ده صحيح. يعني أنت غيرت الكلية بتاعتك مرتين عشان تخش معهد السينما. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي، لأن أنا ماليش غير معهد السينما كان الحقيقة يعني. انا بحب الشغلانه دي جدا جدا، وبحب اركز في الشخصيات، بستمتع بعمل الشخصيه وتحضيرها ودراسه ابعادها وما حولها، زي مثلا فاتن امل حربي. ايوه. هي فكره انك تروح المحكمه طبعا، بس عشان نبقى واضحين ان الجلسات الاحوال الشخصيه بتبقى سريه. فدي انا ولا انا ولا 10 زي نقدر نخشها طبعا، لانها بتبقى سريه، لانها تفاصيلها سريه. صح. ولكن في جلسات اخرى بتبقى جلسات احكام، بتبقى جلسات عامه، دي قدرت الى حد ما ان انا احضرها. زائد ان القضاه يعني طبعا انت عارف ان احنا يعني ما احنا الصغيرين، فاحنا زمايلنا في المدرسه وكده بقوا قضاه. صحيح. ف دول قعدت معاهم على التفاصيل للشخصيه، لدرجه ان انا قريت لهم وانا يعني خدت السكريبت ورحت لهم وقريت لهم بعض مشاهد المحكمه. حلو. ليه؟
وطبعا الاستاذ ابراهيم عيسى مراجع جدا الحوار قانونا، لكن انا كنت براجع مع القاضي اداء. فاهم الفرق؟ فاهمك. بس انا كنت لسه اسالك فعلا على كده. احنا اكيد لينا احنا الاثنين في اصحابنا ناس النهارده قضاة ورؤساء محاكم كمان بحكم السن، فرجعت لهم، انت رجعت لهم على الاداء وطريقه على النطق والاستجواب والاسئله على كل حاجه، حتى على عائلتهم، حتى على تعاملهم مع اسرتهم والاتيتيود بتاع القاضي. والاتيتيود بتاع القاضي يعني بص اللي انا فهمته من اطيب القضاة هم بتوع الاحوال الشخصيه، لان بتبقى عندهم قدامهم حالات انسانيه كتير طبعا، لكن في نفس الوقت كمان بيبقى بيحكمهم القانون جدا. يعني انت ممكن تلاقي حاله قدامك تبقى مش عارف تعملها ايه، بس هنا القانون بيحكمك. صح. وده سؤال يا خالد، يعني مساله الرغبه يعني اللي ممكن في حته بس عايز اكملها لك. اتفضل. يعني انا وصلت لان اشوف قاضي بيصالح واحد على مراته ويطرد المحامين بره. طب والله قاضي جميل يعني يعني فهو فهم الى هذا الحد ناس كويسه يعني، او اللي انا شفتهم على الاقل كويس قوي. طيب انا سؤالي كان في مساله التردد يا خالد، يعني الناس لما تتعود على خالد سرحان لسنين بانه خالد اللي بيقدم لنا جرعه كوميديا حلوه وبنضحك وبنتبسط، وبعد كده نلاقي خالد بيقوم بدور شرير، ده ما يخلقش تردد؟ او انه في الدور بتاع السنه دي مش كل الناس بتبقى قادره تستوعب او مستعده حتى لاستيعاب ان القاضي يحكم بما لديه من ادله زائد مواد القانون، فهياخدوا انطباع ان هو ايه، ياه مش كان ينصف فاتن، مش كان يحكم لفاتن. لا تعرضت لده جدا. ها تعرضت لده جدا جدا. بص بالنسبه لجرعه الكوميديا فانا الحمد لله مديهم في المداح جرعه كوميديا يعني زي ما انت عايز. يعني المداح هاريهم كوميديا. حلو. لكن فاتن امل حربي تعرضت لانتقادات، وكان وده على فكره ده الحمد لله ده يعني بيورينا ان قد ايه الناس يعني تفاعلوا مع شخصيه القاضي لغايه ما حرام عليك ليه حكمت مع على فاتن بكده. فالاقتناع ده في حد ذاته بيسعدني، لان انا بحس ان انا وصلت لهم المعلومه. ايه اللي جاي بقى في فاتن امل حربي ده موضوع تاني. ماشي، مش هنتكلم فيه لحد ما يعني نقدر نتوافق على صيغه نقابلك كده وتقعد معانا ونتكلم. انا عارف ان دايما في اعتبارات كتير وفي مواعيد وفي حاجات اخرى، فنقدر يعني هنوصل لتفاهم يا خالد نعرف نقعد بيه سوا جزء منه الخطر بتاعي. لا طبعا انت اخويا يا يوسف. ورحلتنا طبعًا الشهيره على الموتوسيكل وراك. الموتوسيكلات طبعا الناس كلها مش واغلب الناس مش عارفه ان انت راجل من اهم هواة الموتوسيكلات. فكنت انت بطلت موتوسيكلات؟ خلاص بقى اجبرنا على حاجه، مش حمل وقع يا عم وكسر. لا يا عم ربنا يديلك الصحه خالد، حقيقي انا فرحان لك من قلبي بجد. وفعلا انت نموذج حقيقي للفنان اللي كل ما سنين خبرته بتزيد بيصبح فعلا اكثر طعامه، يعني طعمه بيبان جدا وبيبقى ليه طعم طاغي على العمل حقيقي يا خالد. ده مش كلام لاصحاب بس ده كلام حقيقي من قلبي بقى كمشاهد ومذيع على قد الحال. يا استاذ تسلم لي والله. ربنا يوفقك دايما يا رب، ونشوفك باذن الله قريب. ربنا يخليك ان شاء الله يا حبيبي. الف 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 شكر ليك، كل الشكر لنجمنا المتالق بصراحه. والحقيقه ما اقدرش اقول لك ان انا مش منحاز، بس انا رايي فعلا ما فيهوش اي انحياز، يعني انحيازي المتعلق بصداقه. انا وخالد نعرف بعض من سنين طويله جدا، واهالينا اصحاب جدا، فعمليا واحنا مولودين في نفس السنه، فعمليا يعني خالد ده اخويا، فانحيازاتي الانسانيه ناحيته انا بحاول انحيها جانبا، وانحيازات الصداقه. بس انت اقعد ركز فعلا مع خالد سرحان، خالد كل سنه بيقدم لنا مفاجاه، يعني انت لا يمكن تتصور انه خالد سرحان القاضي هو خالد سرحان في التجربه الدنماركيه، صح؟ استحال. او هو خالد سرحان في المسلسل بتاع السنه اللي فاتت كان اسمه اللي ملوش كبير بتاع احمد العوضي، فين والله لي وحش احمد العوضي وياسمين عبد العزيز اللي الحمد لله على سلامتها مما لا شك فيه،
ومقدمة أكتر إعلان متألق في رمضان بالمناسبة، هكذا يرى الجميع يعني. فأقدر أقولك أنه خالد طول الوقت طول الوقت عمال بيتطور حقيقي يعني. طيب خلونا ننتقل من فاتن أمل حربي والمداح في الجزء الثاني أسطورة الوادي مع خالد سرحان، واللي هو طبعا بطولة حمادة هلال، إلى الكبير اللي أنا بدأت أتابعه. فأنا حظي الجيد أن أنا قعدت أتفرج امبارح على الحلقة، فشفت ريما مصطفى وأدائها على خشبة المسرح في مسلسل الكبير قوي الجزء السادس. ازيك يا ريما؟ الحمد لله. الحمد لله يا ريما. ريما أنت عندك كم سنة؟ 8 سنين. 8. وبدأت تمثلي بقالك قد إيه؟ 3 سنين. أنت بتمثلي من وانتي عندك 5 يا ريما؟ ازاي؟ قوليلي. أنا كان حد كلم ماما في التليفون وقال لها احنا عايزين ريما وكده، ورحنا هناك كان فيلم قصير مع الأستاذ تامر محسن المخرج. جميل. كان بيتكلم عن الكنيسة والإرهاب. ماشي كويس. دي كانت أول مرة والخط قطع، يعني تبدأ ريما مشوار. أنا معاك. لسه معايا؟ طب معايا اهو يا بختي. ماشي يا ريما، قولي لي ده كده أول فيلم اللي كان مع تامر محسن صح؟ ممكن حضرتك تقول تاني معلش عشان بقول لك يعني أول فيلم كان فيلم قصير مع الأستاذ تامر محسن مظبوط؟ طيب والأستاذ تامر كملي. أنا معاكي أنا معاكي يا حبيبتي كملي. والأستاذ تامر محسن قال لمامتي إن هو قال لها يعني إن ريما لازم تكمل في التمثيل ولازم تمثل. الله الله الله، تامر محسن قال كده مرة واحدة؟ يا بختك. ها وقال لها عم كاتب بقى ومكانها وكده، ورحنا كاستنج واتقبلت الحمد لله. أيوة. فعملت حاجة وبعدين جه وراها حاجة، فابتديت بقى في مجال التمثيل. وخلاص بقى خدتي قرار تبقي ممثلة ولا لسه؟ يعني لا خدت قرار. أنا مبسوطة. مبسوطة الحمد لله. وهتفضلي بقى لله ممثلة لحد ما تكبري؟ ولا بتفكري في حاجة تانية؟ لما اكبر هقرر. لما تكبري هتقرري. طب وانتي عارفه ان الناس كلها كانت بتتفرج عليكي بقى في الكبير، وان الناس مبسوطه وبتتكلم عنك وكده؟ ايوه الحمد لله، يعني انبسطت قوي ان الناس عجبها الحلقه وان انا كنت كويسه يعني في الكبير. وبدات تقابلي اصحابك بقى في المدرسه ويقولوا لك انتي بتمثلي في الكبير ولا لسه؟ هما بيكلموني كتير. بيكلموك يقولوا لك ايه؟ وفي الشارع. وفي الشارع بيكلموني يقولوا لي احنا شفناكي في الكبير وكنا مبسوطين بيكي قوي كده يعني. وبيقول لك عايزين نتصور سوا؟ طبعا احنا اصحاب بقى فبناخد صور كتير. طبعا طبعا طبعا، ده مما لا شك فيه. طيب كويس خالص. وقولي لي بقى ريما، انت قبل يعني قبل ما تقرري انك انت عايزه تمثلي، كانت نفسك تطلعي حاجه تانية؟ تطلعي دكتوره، تطلعي مهندسه، تطلعي مذيعه، ولا بلاش مذيعة دي ما انصحكيش؟ لا كنت لا. لسه صغيرة مش عارفة، بس كنت بحب الدراسة قوي، فكان لسه اطلع تيتشر، كان لسه اطلع مدرسة يعني. اوكي طيب هايل خالص. والحلقة اللي انا كنت بتفرج عليها امبارح كنت انتي متنمرة جدا يا ريما، خدتي بالك من الموضوع ده؟ للأسف. يا عيني للأسف. طب وايه؟ ما خفتيش لحسن بعدين اصحابك يفتكروكي كده في الحقيقة؟ لا هم عارفين وانا بقعد معاهم كتير. هم عارفينك كويس وبيحبوك؟ بيحبوني جدا وانا بحبهم جدا. طيب يا ريما انا عايز اشكرك جدا، ده اولا، وبرافو عليكي الدور اللي انت عملتيه، وعايزك تشدي حيلك بقى، بس ما تنسيش المذاكره. نعم تاني معلش. بقول لك شدي حيلك في التمثيل زي ما انت عايزه، بس ما ننساش المذاكره. لا طبعا مش ناسيها. ماشي. طيب شكرا جدا 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 ليك يا ريما، وكل سنة وانت طيبة. ريما قفلت معانا سريعة. ريما بس هي ذهنها حاضر. انا فعلا عجبني المشهد بتاع امبارح عشان كان مشهد لطيف وانساني جدا جدا،
وعجبني فكرة المسألة بتاعت ان احنا بنعمل مشهد جوه الكبير ما فيهوش حالة وعظ مباشرة، بس كمان بيوضح لك مشكلة زي مشاكل التنمر، وبيوضح لك ازاي تقدر تتعامل معها بمنتهى النبل. خلوني استأذن نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. ما اظنش انه اصبح في حد عنده جدال ان البنات في مصر بقوا جبابرة، يعني مش بس عشان مسلسل فاتن امل حبي دي ست بتدور على حقها يعني، لكن هم البنات في مصر بقوا جبابرة، بقوا جامدين كده، بقوا يعني هم دايما الستات المصريات معروفين ان هم جدعان، بس اللي بيحصل دلوقتي بشكل يومي تقريبا انك بتقعد تشوف نماذج وامثله تخليك تقعد مستغرب جدا. خلونا نرحب ببنتين من مصر من البنات الجدعان اللي هم بالتاكيد برضو جبابرة، لميا ولبنى، صح كده؟ ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. الله اكبر. بتدرسوا الصبح وبتبيعوا فول بعد بالليل؟ ده انتم مفترين جدا. طيب خلوني احكي معاكم على مساله التدريس الصبح والفول بالليل، وايه قصه عربيه الفول دي وطلعت في ذهنكم ازاي، بس خلونا كمان عايزين نرحب جدا جدا بنجمنا الكبير محمد رياض. لسه مش معانا، اول ما يبقى معانا هنرحب بيه. انا عايز اعرف مين فيكم الاكبر؟ انا لميا. انت الاكبر، كم سنه يا لميا؟ صغيره لسه. يعني ايه؟ انتوا مدرسات يعني اتخرجتوا؟ اوكي، بس انت الاكبر، ما بتقوليش عندك كم سنه، لسه بدري قوي على ما تفكري في السن. طيب مين صاحبه الفكره بتاعت الفول في رمضان بالليل دي؟ احنا الاثنين فكرنا بصراحه. ايه فجاه يعني انتوا قاعدين جنب بعض رحتوا ايه رايكم نعمل عربيه فول في التجمعات؟ ازاي؟ هو حد فيكم قال الاول؟ يعني جت ان هي طب يلا ننزل يلا لقينا ناس صحابنا يعني عاملين زي شركه كده، فاحنا اشتركنا معاهم. أوكي. بما اننا لينا قبل كده يعني كنا بننزل برضو كنا بننزل نعمل كدا. برضو اكل فعلا؟ بتاعنا يعني دي مش اول مره، مش لا. اول رمضان تعملوا كده؟ لا هو مش اول رمضان بس مش اول مره تجربه. اوكي، فكنا بننزل الاول نعمل مكرونه بالكبده وحاجات اكل شرقي وحاجات زي كده يعني. مكرونه بالكبده وكبده وسجق وفول وعملنا كده برضو. فكنا الاول بادينها ان احنا انا وهي فود بلوجر اصلا في الاول في الاساس، ماشي، من 4 سنين. فاحنا من كتر ما احنا كنا بنحب الاكل والحاجات دي كان نفسنا يبقى عندنا مطعم. ف يعني الماديات بتاعتنا ما ظبطتش ان احنا يكون عندنا مكان زي كده، فبدانا ان احنا ناجر عربيات. ماشي. فاحنا كنا بنعمل اكل وبننزل نقف على عربيه ونبيع الاكل. ده نبيع الاكل بالظبط كده. حلو، وبعدين؟ بس فالموضوع اتطور معانا شويه، وبعد كده جه علينا وقت بدات الدنيا بقى تستغل الوضع لا يعني احنا طلعنا في حاجات كذا مره قبل كده. فبدات الناس اللي كانت بتاجر لنا العربيات دي بداوا في استغلال، ولا انتوا اتشهرتوا بقى فيلا نزود بقى. كانوا بيزودوا بكتير. فاحنا قاعدين كل الفتره دي لغايه ما رمضان طبعا جه، فجيب بشايره علينا، فجينا لقينا اصحابنا دول عاملين يعني زي عربيه وكده، وقلنا خلاص ندخل معاهم، فعرضوا علينا فقمنا وافقنا. طيب انا عايز اتكلم اكتر على العربيه، لانه بما انه انها شركه يعني فيها اكتر من اكله، يعني مثلا انتوا بتقدموا فول، هم بيقدموا حاجه ثانيه، واحنا كلنا مع بعض. وساعات احنا في ايام بيبقى عندنا ضغط في المدرسه وكده فما بنروحش، هم بيقفوا ساعات، هم بيجوش احنا بنقف ساعات، احنا كلنا بنبقى موجودين كده. اوكي، طيب انا استاذنكم نجمنا الكبير محمد رياض معانا على التليفون. اهلا 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 استاذ يوسف، ازاي الصحه يا استاذ؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ وانتم بالصحه والسلامه، رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك وعلى كل الساده المشاهدين. علينا جميعا يا رب. طبعا شخصيه العميد يسري من الشخصيات اللي مكسره الدنيا في الاختيار، فاولا تهانينا، ده نمره واحد. الله يخليك، شكرا. انا بقى عندي سؤال، الشخصيات لما بتيجي تتقدم على خلفيه شخصيه حقيقيه ومعاصره تتبني ازاي يا استاذ؟ وهل قابلت العميد يسري الحقيقي؟ لا ما قابلتوش، لانه اعتمدنا في تجسيد ادوارنا اللي هي في الاختيار على الورق اللي موجود عندنا. والحقيقه كان برضو كان في حد يعني من المتخصصين معانا في كان يعني مصاحبنا في كل المشاهد. عظيم. لو في حاجه بره السياق، حاجه مش مظبوطه، تعرف برضو
الشخصيات دي بتبقى ليها طبيعة خاصة طبعا، من حيث الحوار بتاعها، من حيث البادي لانجويتش بتاعها، يعني حاجات كتير جدا. فكان معانا حد متخصص على طول، كان لازمنا طول الوقت. لكن الحقيقة أنا ما شرفتش بأن أنا يعني أقابل العميد يوسف الحقيقي. يعني تجسيد شخصية أمنية رفيعة بيبقى فيها حساسية مش كده؟ طبعا أكيد بيبقى حساسية، وبنبقى ملتزمين بالحوار تماما. يعني إحنا الإضافات اللي ممكن نبقى مسلسل عادي اجتماعي عادي، بنبقى عندنا شوية إضافات كده ممكن نعملها للشخصية، تبقى من خلال الشخصية بتضيف للشخصية شوية حاجات. هنا لا، هنا احنا ملتزمين تماما بالحوار اللي مكتوب. حلو جدا. طيب إلى أن نلتقي هسأل السؤال الأخير، بس أرجو أن توافق على هذا اللقاء ويبقى وقتك سامح يعني. لا ده يسعدني طبعا، أنت عارف يعني. لا أنا اللي أتشرف يعني، يعني العزاز جدا 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 على قلبي وعلى كل السادة المشاهدين. صدقني وانت اكتر بكتير يعني. في رأيك ايه اهمية الاختيار السنة دي؟ السنة دي الاختيار فعلا مكسر الدنيا. الحمد لله اهميته، لانه بنتكلم في فترة صعبة جدا، فترة كانت خطيرة جدا في تاريخنا المعاصر. تقريبا احنا كلنا شاهدنا الفترة دي وعشناها بكل تفاصيلها وبكل المعاناة اللي احنا عشناها وبكل القلق اللي احنا كنا فيه على البلد كلها. بنعرف كواليس بقى اللي بيحصل ده، يعني ده المهم في الاختيار، الناس بتعرف الكواليس وحجم الاخطار اللي كانت موجودة على البلد في الفترة دي، وحجم اجهزة الدولة الحمد لله اللي هي كانت شغاله في ظل الظروف الصعبه دي. انت عندك اجهزه كتير كانت شغاله في الدوله بكل، يعني ما كانوش بيناموا خالص، ما كانش بيروح بيوتهم عشان حموا البلد من اخطار لا حصر لها. الحمد لله انه مصر قويه بشعبها اولا، بالناس المخلصه ليها، باجهزتها المختلفه سواء كان امن وطني او المخابرات الحربيه او العامه والجيش طبعا على راس كل ده. لا الحمد لله ان مصر كان فيها رجالها مخلصين قدروا يحموا البلد. صحيح. طيب يمكن على خلفيه الاختيار، لو كانت الجماعه غير المباركه موجوده ما كناش شفنا لميا ولبنى عاشور بينزلوا يبيعوا فول بالليل كبنات، تقول لهم ايه بقى في التجربه بتاعتهم دي؟ انا طبعا انا سامع قبل المداخله، انا طبعا بحييهم جدا جدا وببارك لهم وبقول لهم يعني انتوا بتعملوا عمل عظيم. فكره انه الواحد يقدر يعمل مشروع خاص بيه ويقدر ينجح فيه ويثابر فيه ويقدر يشتغل، وانا كمان بحب جدا انه يكون ده البنات اللي بيعملوه قد كده، عندهم قوة وصلابة ومثابرة. بحييهم جدا جدا. طبعا لو كان الوضع غير الوضع يعني، والحمد لله انه يعني ده ما حصلش، اكيد كانوا هيلاقوا معاناة شديدة يعني. صحيح. اذا على ما كانش انا يعني اساسا كان ده ما كانوش هيسمحوا لهم خالص، كانت هتبقى مأساة ساعتها. ربنا سطرها معانا الحمد لله. الحمد لله فرج من ربنا. انا بشكرك اولا جدا وبستأذنك اول ما وقتك يسمح لو سمحت لازم نتقابل. يا ريت والله ان شاء الله. طبعا اكيد يعني ربنا يخليك باذن الله. وسعيد جدا بالمداخله دي. انا اسعد ومتشرف. الف شكر ليك. شكرا ليك وتحياتي. نرجع مره تانية للميا ولبنى عاشور. صحيح انتم متصورين لو كان لسه الاخوه موجودين كنتوا هتعملوا ايه في عربيه الفول؟ هنركنها. كان ممكن تهاجروا. هنركنها. ما بتصادفوش صعوبة أو ساعات غلاسة أو سخافة؟ بصراحة لا، أنا ما حصليش كده خالص. طب الحمد لله. إيه بتبص لها ليه؟ لا ولا أنا. خالص. لا خالص. طيب مش ده معناه برضو إن المجتمع نفسه أصبح أكثر تطوراً وتفاهماً؟ أه طبعاً. لا دي حقيقة فعلاً. دي حقيقة. وزمان انا ما كنتش بشوف اصلا حوار العربيات دي خالص يعني، ولا ان اصلا بنت تنزل تقف تبيع في الشارع. بالظبط. كان بيبقى شيء اصله نادر قوي، وكان دايما تلاقي انه هجوم في هجوم، وساعات كانوا ناس تسخف. بس احنا ما كناش بنبص لها مثلا من المنظور ده. بس في الاساس انا شايفه ان دلوقتي ان مش عيب ان اي حد يعمل مشروع لنفسه، حتى لو المشروع بتاعه بسيط جدا. بس يمكن الاول ما كانش فيه الحاجات دي خالص، او عمرنا ما كنا سمعنا عنها.
معرفش بقى يمكن عشان ما كانش فيه سوشيال ميديا او كان، بس على ما اظن ان انا عمري ما شفتها في حياتي يعني. هل السوشيال ميديا ساعدتكم في المشروع ده؟ ازاي؟ يعني عادي في الاول اصلا يعني زي ما قلت لك فعلا احنا فول بلوجر يعني اساسا كنا بنعمل ريفيوهات للمطاعم وبنقيم المطاعم وكده، فكان عندنا البيج بتاعتنا يعني احنا البيجات بتاعتنا عاليه وعندنا متابعين على سواء فيس انستغرام تيك توك وهكذا. اوكي، فاحنا لما بنرفع فيديو اكيد بيجيب فيوز وبالتالي الناس تبدا تجي لكم بقى. بالظبط بالظبط، احنا اصلا قبل ما بننزل فعلا بنقول لهم ان احنا نازلين الساعه كذا في المكان الفلاني. فيبدا بقى الزباين يجوا يهلوا. لا واحنا بنعمل كده دلوقتي في يعني انتوا بتغيروا المكان؟ لا احنا المكان دلوقتي حاليا لا ثابت، بس الاول كنا كل مره بمكان، لان اللي بيأجر لك مره ما بيأجر لكش تاني. ليه؟ المفروض يعني بيبقى لو انتوا بقى هتاخدوا يعني شغلي هتاخدوا المشروع بتاعي، هم بيبقوا باصين لها برضه من منظور ده. مفيش حد بياخد رزق حد. طب انا عندي سؤال، انتوا بداتوا الاول زي ما قلتوا لي بمكرونه بالكبده؟ جربتوها فين اول مره اصلا عشان تقرروا تعملوها؟ لا ماما هي اللي كانت بتعملها لنا. ماما برضه ماما برضه؟ لا ماما بجد. انا انت اللي كنت بتعملها؟ ايوه. انت عرفتيها منين؟ من ماما. طب ما هو بس كده وصلنا الى نفس النقطه. نفس النقطه في النهايه. لا كنا زمان بنروح ناكل مكرونه بالكبده عند واحد مشهور، مش هينفع اقول اسمه عشان بس ما يبقاش اعلان. المساله دي مربحه تجيب فلوس؟ مش انا مش في الضرايب، ما تقولوليش كام، بس يعني مربحه؟ يعني هي الى حد ما كويسه. كويسة في شهر ولا تقدروا تكملوها بقية السنة؟ ما هو بقية السنة هتكملها ايه يعني؟ ما هو الشهر اصلا انت اخر اسبوع في رمضان بتبدأ الناس خلاص بقى زهقت من السحور وزهقت من كذا. مش لازم سحور، ما احنا طول الوقت بناكل يعني. ماشي، بس بناكل كبدة وسجق ومكرونة بالسجق وبناكل مش عارف يعني كل حاجة. لا احنا هنرجع تاني للأكل الحرش ده. الكبدة والسجق وكده. وانتوا اللي بتعملوه بايديكم؟ ايوه. ايه سر طبق الفول الناجح؟ الزيت الحار. الزيت الحار. لا ابني يكون مظبوط، التسويه بتاعته مظبوطه. انا احب طبق الفول بجد يعني، يبقى الفوله نفسها مظبوطه. وتعرفي الفوله كويسه منين يعني؟ وانا رايح اشتري فول ني لسه وعايز اجرب اعمله في البيت كده يعني مثلا مش هنفسكم. لا دي ما عنديش خبره فيها. امال بتشتري فول ازاي؟ احنا بنجيبه جاهز من المستورد. بتجيبي قدره فول من جاهزه؟ انما باقي الحاجات ما فيش حد دلوقتي بقى هو اللي بيعمل كلها، دلوقتي بتروح تستوي وبتاخد مستوى على طول. ولسه في مستوقد لحد دلوقتي؟ في مستوقد. فين بقى؟ في الوايلي. في الوايلي. طب حلو كويس. بتعملوا ايه تاني غير الفول؟ انا شايف في بطاطس بتتحمر ده في شغل جامد جدا. بنعمل بيض اومليت وبيض مدحرج و جبنا بالطماطم. البيض المدحرج ده بقت سمعته في مصر مش قد كده بسبب الاسعار. لا احنا مش عندنا اسعار 16000 دي. لا هو فاكره. ايوه انت شفتوا الريسيت اللي في. ايوه لا احنا يعني اسعارنا كويسه. يعني الطبق بيبقى فيه كام بيض؟ مثلا اقول لك انا عايز طلب بيض مدحرج. اتنين بكام دول؟ بكام يا رب؟ البيض المدحرج ب 15. ب 15؟ امال ايه الفاتوره اللي شفناها؟ ما تجيش طبعا حته السمنه. ده انت مفتريه باين عليك، انت اللي ماسكه الفلوس. ها؟ ما انا خريجه بيزنس اصلا. محدش بياخد حاجه. وانت يا لمي خريجه ايه؟ تربيه فنيه. واضح الفلوس هنا بتتكلم عن الفلوس. أيوة. كتير يعني مركزه في الموضوع. لميا ولبنى انا بشكركم على وجودكم معانا، ده نمره واحد. وطبعا كنت بتمنى انكم تيجوا تهلوا علينا ومعاكم كام طبق كده نقعد نقزقز ونذوق ونقيم. والله جايات كتير، لو عايزين تيجوا تاني حتى لو مش هتطلعوا الهوا تعالوا نورونا. طب ماشي خلاص، تعالوا نورونا. انتوا تعالوا نورونا، جيبوا لنا اكل وروحوا. طب ما تيجوا تنورونا انتوا هناك. شكرا. خلاص وانتوا مكانكم فين؟ في لا مشوار. نورتونا وشرفتونا لميا عاشور حسن حافظ ولبنى عاشور حسن حافظ، نورتونا جدا 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 جدا. كل تمنياتنا ليكم بالنجاح على مدار السنه مش بس في رمضان. برافو عليكم، تجربه حلوه. وبنات مصر الجدعان مية مية. لحد كده انا خلصت، اخد بعضي واروح واقول لكم سلامات. ولو كلنا العمر نقابلكم بكره، ما تنسوش بكره تراب كتير فتاخدوا بالكم. سلامات.